بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي وفقنا للصيام وقيام الشهر الكريم، وبمناسبة العيد المبارك أتقدم بالتهاني لكم ولجميع شعوبنا وشعوب الجزيرة العربية عموما والمسلمين عامة والمؤمنين، وأقول إنه ربنا يرحم جميع موتانا وموتى المسلمين، وأخص بالذكر أحبائي وأصدقائي وأساتذتي أبو أصيل أبو بكر سالم بالفقيه وأستاذنا الكبير طلال المداح. حقيقة هؤلاء الذي شاركتهم وشاركوني أفراحي وأتراحي، ويعني أدين لهم بالفضل الكبير أني أنا عشت بين تاريخهم وكنت دائما معهم في الأفراح والأتراح. وأتقدم بالاعتذار أيضا منهم ولجميع أشياقهم وجميع أهلهم وذويهم، أنه في مقابلة من المقابلات الرمضانية التي كانت يعني حادة شويتين مو شوية واحدة، أرجو السماح وأرجو أنه يعني من مريدينهم ومن أحبائهم ومن مشجعينهم أنهم يعذروني في ذلك التعبير اللي كان فقط يعني فني. وبما أن يعني تلك المقابلة كانت حادة وكان هذا أسلوبها وتقديمها بهذا الشكل، إلا أنها كانت قاسية وأنا أقر بذلك. وبما أنها خرجت عن نطاقها الفني، خرجت تماما عن نطاقها الفني في مفهومها للناس، وأنا أتقدم بالاعتذار منكم ومنهم، ولكنهم هم أحبائي الذين يعذروني دائما في كل يعني مزحنا وجدنا وهزلنا رحمة الله عليهم جميعا، أساتذة أفاضل لا يدق في سهمهم فنيا وأخلاقيا. شكرا لكم ومن العائدين الفائزين.